لا واش جود جيري خيرمان هدى. خيرمان برا بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم بسمت طمست. يعني فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل فصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم مثل إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى انطلقوا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب شو شين شو عاب شعب إلى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تر
إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة كأنه سمعتك كأنه لا برضو ده في همزة نفس الكاف ده في همزة كأنه كأنه جمال صف جمالة صفر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون 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 ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل فصل صاد فصل فصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون تعملون إن كل نهار وفواكه مما بكم دنهار وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين نجزل إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
ما شاء الله فيت توكتي توك قفا